رح ناخذ مادة إلها width وthickness. فعندي هاديين، يعني هون بس الاختلاف انه هذه كانت دائرية وهذه مبسطة، بس هي نفس الاناليسيس اللي بنستخدم. عندي الان r بدها تساوي رو في l على a بنفس الطريقة، لكن الان رو صارت متغيرة، رح تتغير عندي رو في حين كانت رو هون عندنا ثابتة. رح نيجي نتطلع الان، هلا رح نقول انه هذه الثيكنس تبعتها t، العرض تبعها او الويدث تبعها w، والثيكنس تبعتها t، واللينكث تبعها هون ال، وفي لها ماتيريال هون والمقاومة احنا ماخذينها بين النقطة هاي والنقطة هاي من هون. هلا عندي بنطلع على التغير في r. هلا التغير في r رح يكون سبب التغير في رو والتغير في ال والتغير في a، نحطهم كلهم هون، فرح يكون عندي دلتا ال دلتا a ودلتا. راح يكون عندي كل، اذا بدي اخذ بارشل الان شو راح اعمل؟ راح يكون عندي بارشل r على بارشل l بلس بارشل r على بارشل a، وبعدين عندي بارشل r على بارشل. مظبوط؟ فاحنا عمالنا بنقول التغير في r راح يكون rate of change of r differential of r with respect to l في دلتا l، والrate of change of r with respect to a في a، والrate of change of r with respect to rho مضروبة في دلتا rho. ماشي واضحة هاي المعادلة؟ هلا خلينا ناخذ نقسم الكل، راح اقسم الكل على دلتا r على r، راح اقسم هاي على r، راح يصير عندي الان هلا دلتا l على r من هون. وهلا بنشوف، خلينا اول شيء نعمل هدول الاشتقاقات. فهلا عندي خلينا اول شيء اخذ partial r على partial l، قديش الريت اوف تشينج؟ هلا هون كانه الفاريبل اللي عمالي بشتق بالنسبه له هو ال، فمعامل ال هو رو على ايه؟ رو على ايه؟ هاي اول شيء. وبعدين عندي دلتا ار على دلتا ايه التغير في ايه. هلا اذا بنطلع هون عندي ايه هون موجوده، راح يصير عندي المشتقه رو ال على اي سكوير ماينس، مضبوط؟ لان هي كانت كانها رو ال في اي تو ذا ماينس 1، نزلت عندي الماينس 1 وصار محلها ماينس 2 وردت نزلت تحت مره ثانيه. فاذا عندي هذا هيك، وبعدين عندي بارشل ار على بارشل رو راح يكون عندي هي ال اوفر اي على اي، مضبوط؟ هدول الثلاثه موجودين عندي. فبقدر الان هلا نحط محلهم، خليني حتى نقسم على ار، خليني نقسم على ار. فبصير عندنا الان هلا هون عندي دلتا ال على ار، بارشل ال على بارشل ار على ال راح تعطيني رو على اي زائد، هلا هون عندي ناقص، بعدين عندي دلتا اي على ار، ودلتا ار على دلتا اي راح تعطيني هاي الماينس اخذتها، وهون راح يضل عندي رو ال على اي سكوير، وبعدين عندي هون زائد بارشل ار على رو راح تعطيني دلتا رو، وهذه هون عندي على ار لاني قسمت الكل على ار، وبعدين هنا مضروب في ال على ايه. هلا اذا بنطلع في اشياء راح تشطب معنا من هون، خلينا نشوف. هلا عندي هون ال على ايه، هلا محل ار راح احط رو ال في ايه، مضبوط؟ فال بتشطب مع ال وايه بتشطب مع ايه، بضل عندي دلتا رو على رو. بعدين محل ار كمان ايش راح احط هون؟ رو ال A A مع A رو مع رو، يصير عندي دلتا L على L، هاي هون دلتا R على R، وبعدين عندي هون ماينس دلتا A راح يصير عندي دلتا A على A، راح يصير عندي نفس الشيء مش هيك؟ رو L على A راح تشطب مع R، راح يضل عندي A زائد دلتا رو. هلا A راح نعمل بس شيء على A، هلا A شو بتساوي بدلالة WT؟ WT مضبوط. فعندي نفس الشيء راح يصير عندي دلتا A بدها تساوي بدي اخذ انا هون دلتا W في بارشل A على W زائد دلتا T في بارشل A على T، مضبوط؟ ايش بارشل A على W؟ اشتقة الـ A بالنسبة لـ W اللي هي T. وايش بارشل A على T؟ دبليو دبليو. راح يصير عندي اذا قسمت الكل الان على A راح يصير عندي دلتا W على A اللي هي WT
partial A على W. partial A على W راح تصير عندي T. فT بتشطب مع T مضبوط. ونفس الطريقة راح تلاقي انه هاي دلتا T على T بهاي الطريقة. إذا المحل لكن خلينا نشوف دلتا W على W ايش هي. احنا متذكرين هون ستريس بهذا الاتجاه شو هو؟ هون ابسلون ايش؟ ال. فالترانسفيرس عليه ايش راح يكون؟ ابسلون تي ابسلون تي بهذا الاتجاه وكمان ابسلون تي بهذا الاتجاه. ماشي الكل واضح فاهم؟ بهذا الاتجاه هو الاتجاه تبع الستريس فابسلون ال في هذا الاتجاه. ترانسفيرس عليه بالبلين العمودي عليه راح يكون عندي ابسلون تي وابسلون تي. اذا هذول كل واحده منهم شو بتساوي؟ ابسلون دلتا دبليو على دبليو هي ابسلون تي ودلتا تي على تي هي ابسلون تي فهذه بتساوي 2 ابسلون تي. اذا محل دلتا اي على اي ايش بقدر احط؟ ماينس 2 ابسلون تي. تذكرون التساويات هذول ايش هم عفوا؟ اللي هو دلتا تي على تي ودلتا دبليو على دبليو. هو بنفس الاتجاه كل البلين هذا راح يكون في ابسلون تي بغض النظر عن العمود من هون عمود من هون. ما هي مقسومة على دبليو يعني دلتا دبليو على دبليو دلتا تي على تي فرح يكون سترين تساوي. وعندنا كمان هون راح يكون دلتا رو على رو. هلا دلتا ال على ال شو بتساوي؟ اي ال اي ال ابسلون ال مش هيك مظبوط. هلا بدي اتخلص من ابسلون تي. ابسلون تي ايش علاقتها بابسلون ال؟ ميو في رح تكون ايش؟ بس الماينس هون لازم احط الماينس لاني ما اخذتوش بعين الاعتبار في اي مكان ثاني. اذا محل ابسلون تي راح احط ماينس ميو ابسلون ال اثنين برا عندي ناقص 2 ابسلون ال زائد دلتا رو على رو وهاي هون دلتا ار على ار وتساوي عندي ابسلون ال. هلا عندي ماينس في ماينس راح تصير بلس 2 ميو ابسلون ال زائد دلتا رو على رو. هلا عندي هون دلتا ار على ار السنسيتيفيتي شو بتساوي؟ احنا قلنا الاوتبوت ايش هو التغير في ار والاوتبوت عفوا الاوتبوت هو دلتا ار على ار الانبوت هو ابسلون ال فبصير عندي دلتا ار على ابسلون ال. اذا قسمت ابسلون ال من هون شو بضل عندي؟ 1 زائد 2 ميو زائد 1 على ابسلون ال دلتا رو على. اذا للبيزو ريزيستيف هون هلا البيزو ريزيستيف الفكره فيها انه عندي لما بتغير ستريس في الماده لسبب معين عم بتغير رو. هاي لها علاقه بطبيعه الماده لانه هذا سيمي كوندكتر فالسيمي كوندكتر هذا اللي موجود بعكس المتل. المتل لما تغير سترين فيه ما تغيرتش رو. البيزو ريزيستيف ماتيريال لما تغير ستريس فيها تغيرت رو فصار عندي نسبه التغير في رو مقسومه على ابسلون ال. هذا هون بغير الصوره تماما لانه هذا الرقم ممكن يوصل حوالي 150 في حين هذا الرقم قديش كان في المتلز 1.5 و 1.7 في حين هون هلا صار عندي بدي اضيف له بضيف رقم عالي جدا ممكن اوصل لحد 300 من 150 ل 300 فبصير هذا الرقم مهمل بالنسبه للرقم هذا اللي موجود هون. يعني البيزو ريزيستيف ماتيريال بشكل رئيسي التغير الرئيسي او الجيج فاكتور تبعها رو هو رو هو التغير رو. لكن المشكله هون انه هذا سنسيتيف للحراره فبدخل هذا خطا وراح نشوف كيف نتغلب على هذا الخطا في الحاله هذه.